السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو، غادي نقدم لكم هاد البغيوش اللي كتجي زوينه بزاف، اقل من 2 اورو صراحه، وكتجي رائعه. وكنعرفوا داك الشيء اللي درنا فيه في الدار، كيف ما كتلاحظوا هنايا واخا باقي سخونه راه كتجي فتيه بزاف، ما كتجيش معجنه من الداخل. وكيف ما كتلاحظوا هنايا درت جوج، تبارك الله راه كبارين. وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنسوناش باللايك والبارتاج مع الاحباب والعائله باش تزيدوا تشجعونا ان شاء الله. انتم كتشاهدوا الدخل ديالهم كيجي فتي، وكيف ما قلت لكم اقل من 2 اورو. وان شاء الله خليكم معايا باش تعرفوا على المقادير ديال هاد البغيوش. على بركة الله غادي ندوزو للمقادير ديال لابغيوش. عندي هنايا 500 ملل ديال الماء، ما غاديش نستعملها كاملة. عندي كيلو ديال فرينة، عندي هاد الكاس ما عامرش الا واحد صبع ديال الزيت، 100 غرام ديال السكر، جوج بيضات، عندي هنايا جوج معالق كبار ديال الحليب غبرة، معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الحلوى، هنايا 15 غرام ديال الملح، المهم واحد المعلقة صغيرة تكون عامرة مزيان. وعندي 100 غرام ديال الزبدة، هنا البنات دخلتها شويه للميكرووند حيت واخا خرجتها من قبل ما دابتش، المهم ولات باقي قاصحه، دخلتها شويه للميكرووند. يعني عندي هنايا لي بيبيتو الشوكولا اللي خلطتهم مع هاد لي بيستول الشوكولا، حيت ما عندي غير شي شويه ديال لي بيبيتو الشوكولا، المهم هادو ما عبرتهم، تقدروا ديروا على حسب الذوق ديالكم نتوما، تكثروهم ولا ديروا ولا كاع ما ديروهمش. ولا كاينين بلي بيبيتو الشوكولا كتجي لابغيوش ديالنا مزيانه. هنايا كيف ما كتلاحظوا درنا الحليب، غادي ندير درت الخميره، وهنايا غادي ندير السكر دغيا كنوجدوها. انا غادي نديرها في العجانه، نتوما تقدروا ديروا تعجنوها بيديكم. غادي ندير هاد جوج حبات نتاع البيض، وغادي ندير الزيت، الماء اللي كان عندنا دافي ماشي سخون بزاف. هنايا البنات كنخلط بهاد لا ماغيز حتى نخلط المهم هاد العناصر كامله، والصراحه كتجي رائعه، كتجي زوينه. وكنعرفوا داكشي اللي كنعطيو لوليداتنا خدمناه في الدار من الاحسن. كيف ما واخا كاع مشيتو تشريو لا بغيوش في المغازا، راه تشريوها بجوج اورو شي حاجه دغيا ياكلو، يقدر زعما الولد ياكل كاع الباكين تاع لا بغيوش. تبارك الله، انا البنات كنحاول نعبر لكم بالكاس باش نقول لكم شحال بالضبط ديال الماء خدات ليا. هنايا انا درت الكاس، اما هذه واخا تبارك الله داكشي اللي كنديرو في الدار ياكلو واحد المرتو وكيشبع. هنايا غادي ندير فرينه، كيف ما قلت لكم درت كيلو ديال الدقيق، ودرت هنايا الملحه. انا كنخلط هكذا قبل ما ندير هاد التعجن بلا ماغيز، باش هكذا ملي كنديروها في العجانه تبقى لينا البلاصه نقيه، حيت الا درناها غير هكا العجانه ديالنا المهم ديك الفرينه كاع كتخرج. الاحسن تخلطوها بلا ماغيز، وكتضيفوا الماء عينكم ميزانكم. ولكن هنايا انا غادي نحاول باش نوريكم شحال خدات ليا ديال الماء. بالنسبه للزبده ما غاديش نديرها في ساعه، غادي نديرها حتى تعجن هاد لابغيوش ديالنا، حتى نقول صافي راه ما كملت. وكنضيفوا عليها ديك الزبده، المهم حتى تدخل لنا داك الزبده في العجينه، وصافي كنحبسوا عليه. هنايا البنات انا غادي نكتفي بهذا القدر حتى نعجنوها، ونشوف الا خاصنا الماء نزيدوا ليه الماء. صافي غادي نديرها في العجانه كيف ما كتلاحظوا هنايا. وبالنسبه لي بيبيتو الشوكولا راه ما غاديش نديرهم في ساع، هنايا غادي نزيد ليها شويه ديال الماء حيت باقي شويه قاسحه. هنا البنات المهم نقولوا تقريبا 2 كيسان
وغوشي شويه وصافي ديال الماء. ودابا غادي نضيفو الزبده صراحه الطريقه سهله دغيا كنوجدوها وكنعرفوا داكشي اللي درنا فيها وكنتمنى ان شاء الله تجربوها. هي العجينه ديالنا البنات صافي. لافونتاج ملي كنديروها في العجانه حيت من كثرت ما كدور كتكون العجينه سخونه دغيا كتخمر لينا لابغيوش، ولكن الا كان الحال شويه سخون راه نقدروا البنات ندخلوها للثلاجه. كنخليوها هكذا حتى تختمر لينا مزيان ومن بعد ندخلوها للثلاجه باش نشكلوها كيف ما بغينا. مي انايا دروك الحال بارد غادي نخليها غير هكا. انتم كتلاحظوا العجينه شويه كتلصق في اليدين وما كتكونش جاريه بزاف وما كتكونش قاسحه. غادي نغطيها بالفيلم اليمونتيغ وغادي نخليها حتى يضعف الحجم ديالها ونتلاقاو ان شاء الله باش نشكلوها. هنا يا البنات كيف ما كتلاحظوا العجينه ديالنا راه ضعف الحجم ديالها صافي. كناخذوا شويه ديال المهم شويه ديال الفرينه باش هكذا نديرها في البلون دو طرافاي فين غادي نخدم. وكنخرجوا العجينه ديالنا هنايا كناخذ لا كورن نحيد كلشي العجينه اللي كاينه صافي. كنحاول نخرج من هذاك الهواء وكنضيف الشوكولا. المهم كيف ما قلت لكم كل واحد يدير داكشي على حسب داكشي اللي كيبغيو وليداتو ولا كيبغي نيت هو. كنحاول هنايا غير باش نخلط باش تكون عندي داك الشوكولات في العجينه كامله ماشي زعما ضروري باش ندلكوها غير المهم باش داك الشوكولات اللي درنا نفرقها على العجينه وصافي. هنايا غادي نزيد شي شويه. عندي هذاك الساشين تاع لي بيبيتو الشوكولا تكون تقريبا فيه 100 غرام وزدت عليه هذيك لي بيستول تاع الشوكولا. كنخلط بهذه الطريقه هذه المهم حتى نشوف راه الشوكولات كاع العجينه ديالنا. صافي غادي نخلي هاد الشوكولات من بعد غادي ندير لها شي شويه من الفوق اللي غادي ندخلوها للفران. وكنقطعوا العجينه نتوما تقطعوها على حساب الا بغيتوا ديرهم فرديين. انا غادي ندير جوج نتاع لي بغيوش كيف ما شفتو من الاول ديال لا فيديو غادي ندير جوج كبارين. هنا البنات خديت هاد المول اللي دهنتو بالزبده ورشيت عليه الدقيق ودرت هذاك ورق الزبده من التحت حيت خفت ملي كندهنوه بالبيض من الاخر تكون يتلصق ليا وصافي. المهم كندير لهم هاد الطريقه المهم طريقه سهله بحال غادي نديرو لي بودان هكذا ونحطهم في المول ديالنا. هنايا البنات درت هادو هاد المول الاخر درت هذاك لو سيركل نتاع الكاطو غادي نخليهم حتى يختمروا مزيان. هو لي بغيوش ديالنا بعد ما اختمروا هنايا جبت واحد البيضه كنحاولوا غير بشويه كندهنوا الفوق ديال لابغيوش ديالنا. انايا البنات ملي كملتهم انا سخنت شي شويه الفران وطفيت عليه وخشيتهم في الفران حتى اختمروا كيف ما كتلاحظوا بهذا الشكل هذا. هنا تقدروا دير لهم هذاك السكر اللي كنديروا في لي شوكيت ولا تقدروا تدخلوهم غير بحال هكا. نحاولوا البنات ما نكثروش البيض باش هكذا ما يسيح ليناش في الجناب ومن بعد ملي غادي نخرجوا لا بغيوش ديالنا غادي تكون غادي تلصق في الجناب. هنا كنحاول ندير غير شي شويه ديال الشوكولات وصافي. غادي ندير نفس الطريقه لديك لا بغيوش اخرى وغادي ندخلوهم للفران. هنا البنات لا بغيوش ديالنا بعد ما خرجتها من الفران غادي نحاول باش نحيدها لهاد المول باقي سخونه. هو الشكل النهائي ديال لابغيوش ديالنا. كنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوهم راه كيجيو زوينين بزاف. انا كنحاول باش نوريكم كاع راه
ما كطيب مزيان لا من الداخل لا من التحت، والشكل ديالهم كيجي زوين. وحتى كيف ما كتلاحظوا تبارك الله راه كبارين بزاف وباقين هنايا سخونين. كيف ما كتلاحظوا راه الشكل يديا ملي كنضغط عليه كي باقي هذيك الشوكولاتة سخونه، انتم كتشوفوا باقي هذاك البخار كيطلع منها. وكنعرفوا المعجنات الا قصناهم باقي سخونين كي زعما ضغطناهم الا ما كانوش مزيان كيتعجنوا من الداخل. يعني حاولت باش نهز نوريكم من الداخل ديال البغيوش ديالنا كيفاش كيكون فتي بزاف. وكنتمنى ان شاء الله تجربوهم هكذا تعطيهم لوليداتكم. هكذا نقدروا نديروا وحده في الكونجيلاتور وناكلوا وحده حتى من بعد عاوتاني النهار اللي غادي نبغيها ونخرجوها، ولا تقدروا ديروهم نتوما فرديين. هنايا غادي نقطع لكم البنات هاد الثانيه كيف ما كتلاحظوا حتى هي باقي سخونه كيطلع منها هذاك البخار، والشكل ديالها من الداخل حتى هي راه كتكون فتيه بزاف. وكنتمنى ان شاء الله تجربوها وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والعائله باش تزيدوا تشجعونا. والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله، وخليونا التعاليق ديالكم.